وللحديث عن أزمة السكن في العراق وفشل الحكومات المتعاقبة بتأمين سكن للعراقيين وسط تفاقم أزمة العشوائيات والفقر بالبلاد، معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مسار عبد المحسن راضي. أستاذ مسار، بداية مرحبا بك. ما الذي أدى إلى أزمة السكن الحالية التي يعاني منها العراقيون رغم كل المساحات الواسعة والثروات الهائلة؟ مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. ربما يجب أن نشير هنا في البداية إلى سنة 2012 تحديدا، عندما كان وقتها وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي، والذي بين أن العراق يحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية. ثم جاء بعده طارق الخيجاني يقول أن العراق يحتاج إلى 3.5 مليون وحدة سكنية. أنا أعتقد أن مشكلة السكن الحقيقية أن الحكومة العراقية نتيجة عدم اهتمامها بمشاريع البنى التحتية ربما هي لا تلجأ إلى توفير السكن بشكل لائق للعراقيين، لأن هذا ربما يفضح عدم قدرتها على توفير الخدمات بشكل سليم للمواطن العراقي. هذا واحد. المسألة الثانية، أيضا نحن نعرف أن كل المسائل المتعلقة سواء بالبناء، بالأعمار، بالتجارة، هي حصص تتقاسمها الأحزاب التي تشكل الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة. لهذا أنا أعتقد أن المسألة هي بالإضافة إلى سوء الإدارة الحكومية هي مسألة ممنهجة. أعتقد أن المراد هو إجرال الشعب العراقي بأن لا يستطيع أن يوفر أبسط احتياجاته والتي في مقدمتها ربما السكن. وربما هنا أيضا مفارقة لطيفة أشير فيها إلى أن أحد أصدقائي الفلسطينيين، وأنا كنت أسأله عن عاصمة فلسطينية رام الله، عندما بين لي، وهذا الحديث قبل سنين، أن سعر المتر في رام الله، ونحن نتحدث عن فلسطين المحتلة، يبلغ 400 دولار أمريكي، بينما مثلا مشروع بسماية الذي كان من المفترض أنه يدعم الشريحة البسيطة، فإذا أردنا أن نقارن الأسعار وأول ما نزلت هذه الشقق السكنية للتداول إذا صحت اللفظة، سعر المتر لا يقل عن 600 دولار. وربما المشاهد يربط الحلقات ونطلع ونخرج بالنتائج التي أشرت إليها. نعم. طيب أستاذ مسار، يعني ما الذي كانت تفعله الحكومات المتعاقبة؟ هذا ما يعني يسأله العراقيون. لم تشهد المخططات العمرانية للمدن في العراق خططا للتوسع تلحظ الزيادة السكانية المضطردة. إلى أي مدى تعتقد أن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة، المشروعات هذه التي تعلن عنها بين فينة وأخرى، مثل مشروع داري في بغداد وغيرها، مشروع بسماي الذي ذكرته، إلى أي مدى تعتقد أن هذه المشاريع التي تتحدث عنها الآن هي مشاريع حقيقية؟ أولا، هذه المشاريع لا يمكن أن ندرجها بأنها مشاريع حقيقية، هي مشاريع استثمارية، وهي مخصصة لشريحة أو فئة معينة من السكان التي تمتلك ملاءة مالية ممتازة جدا. ثانيا، نحن نعرف أن النظام العراقي السابق قبل 2003 كان لديه كثير من المشاريع والخطط العمرانية لتوسيع بغداد، وأن يتجه البناء إلى خارج العاصمة لكي لا يحصل ما يحصل الآن. أعتقد أن كما أسلفت لحضرتكم بأن ما يحدث من مشاريع هي لا تندرج كمشاريع عمرانية حقيقية لكي يستفيد منها كل شرائح المجتمع، وإنما فئات محددة لديها ملاءة مالية، وعلى الأغلب هي دائما ما تكون مرتبطة بالحكومة أو مرتبطة بالأحزاب. ولهذا فإن هذه المشاريع إذا شاهدها حضرتكم، آسف، إذا طلعنا على الإحصاءات من يشترون هذه الوحدات السكنية داخل بغداد تحديدا، وخاصة ما يجري في مطار المثنى، لوجدناهم جميعا ربما يمتلكون سكنا، وأن هذا السكن الثاني ويتخذون منه مجرد مشروع استثماري. كما قلت لحضرتكم، وهنالك كثير من الشركات الاستشارية التي يجب هنا أن أشير إليها، قامت بعدة دراسات في بغداد،
وكما قلنا للحاجة إلى الكثير من البنى التحتية والتي هي وضعها متهالك في العراق، فالحكومة العراقية لا أعتقد أنها قادرة أو ترغب حقيقيا في معالجة هذه المسألة لأنها فوق نطاق قدراتها بسبب الوضع السياسي. وأيضا أن حتى هذا الزخم الحاصل حاليا في هذه المشاريع أنا أعتقد أنه ربما بالنتيجة النهائية ستستفاد منها جهات حزبية معينة، وهي محاولة ربما دعنا نقول لإضافة وضع ما ديموغرافي. أستاذ مسار عفوا للمقاطعة، يعني نلاحظ انتقاد رئيس الحكومة للازدحامات والعشوائيات في بغداد، ويتحدث عن المفروض أن يكون المسؤول على قدر المسؤولية. ترى يعني لماذا جاء حديث رئيس الحكومة الآن وأكثر من 19 سنة والعراق يعيش يعني في عشوائيات، ويعيش في فساد حكومي، ويعيش في أزمة بطالة، ويعيش في ازدياد معدلات فقر؟ يعني طبعا ما أدلى به رئيس الحكومة هو كلام بروشوكولي، كلام هو لرفع الحرج عن حكومته تحديدا. هو في كل مرة وخاصة في الفترة الأخيرة يشير إلى أنه يتعامل مع مشاكل معقدة مضى عليها أكثر من 19 سنة، ولكن المفارقة هو رئيس الحكومة، هو يستطيع إصدار القرارات، ولكن لأنه يفتقد إلى ملاءة الدعم الحزبي أو الملاءة، دعنا نقول ملاءة الدولة إذا صحت اللفظة، فهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ولهذا فهو يقدم نفسه أيضاً ضحية لما جرى ويجري في العراق بعد 2003، ولهذا فإن كلامه لا يعدل شيئاً سوى أن يقدم لنا منظراً غريباً وفريداً لا يجري في أي مكان آخر من العالم. عندما نجد أن رئيس حكومة والقائد العام للقوات المسلحة كأنه يطلب ويترجى من المسؤول الذي هو تحت إدارته أن يقوم بما عليه، كأنه ليس هنالك تراتبية، وكأن هذا رئيس الحكومة غير قادر على إجبار المسؤول أن يقوم بشيء، ولنا أن نتصور كيف يدار هذا البلد. وللأسف أن هذا الكلام رغم تكراره فهو يصف الحقيقة. أحياناً في العراق أنت لا تستطيع أن تبني بشيء جديد لأن المشهد يتكرر ويتكرر بطريقة سمجة وبطريقة تبين لك ربما أننا نعيش القرون الوسطى، رغم أننا نركب السيارات ورغم نستخدم الخلوي، لكننا في الحقيقة وضع إدارة الدولة في العراق هو قريب من وضع القرون الوسطى، بل ربما أن القرون الوسطى أفضل من الحكومة الحالية والنخب والعصب السياسية التي تدير المشهد والعملية السياسية الجارية بعد 2003. وتستمر أزمة العشوائيات وكذلك معدلات الفقر بالبلاد. الكاتب والباحث السياسي مسار عبد المحسن راضي، شكرا جزيلا لك.